سألت المرحوم الدكتور بهنام أبو صوف اللي كان معانا، قلت له ما هي أسباب إعادة بناء مدينة بابل بهذا الوقت؟ فقال أن هناك سببين رئيسيين. الأول لجعل بابل مكانا لمهرجان عراقي دولي سنوي باعتبارها رمز معروف في العالم لتراث العراق الحضاري. والسبب الثاني وهو أيضا مهم هو تحدي ورد على ما يروج له اليهود في رواياتهم التوراتية من أن بابل لن تقوم لها قائمة بعد سقوطها على يد كورش الفارش الإخميني اللي أسقطها بمعونة اليهود المرحلين إلى بابل، لأنها أصبحت حسب قول اليهود آثمة تجسد الشر وصارت مسكنا للشياطين والأرواح النجسة. هذين السببين دفع بعض الآثاريين العراقيين إلى تقديم مقترح إلى الحكومة العراقية لإعادة إعمار بابل، فتبنته الدولة بإمكاناتها الضخمة. وعندما أثار هذا الموضوع أحد الصحفيين الأجانب، يعني قال ليش بنيتوا بابل، هذا خلاف للكتب المقدسة، في لقاء طبعا مع رئيس مؤسسة الآثار والتراث في العراق أجاب: It begins from the Genesis and the story of the Tower of Babylon and goes to the Psalms and to everywhere in the Old Testament where you hear the very big hatred against the city of Babylon itself. I received letters from people all over the world telling me why you are restoring Babylon again, why you are doing this and that. Don't you know this is violating again the order of the God? This is not my God, this is the God of the Jewish people. مما يؤكد هذا الموضوع ما قالته المذيعة الإسرائيلية عندما احتل الأمريكان العراق عام 2003. قالت: ينبغي أن يبادر طيارو التحالف إلى قصف هذه الأماكن الأثرية من البر والبحر والجو لأنها أخطر من أسلحة الدمار الشامل. هكذا قالت. كما أصدر عدد من حاخامات اليهود في إسرائيل فتوى دينية مع بدء الحرب على العراق عام 2003 تنص على أن العراق هو جزء من أرض إسرائيل الكبرى، وطلبت هذه الفتوى من الجنود اليهود في الجيشين الأمريكي والبريطاني والذين يربو عددهم على 4000 عنصر ويشاركون في الحرب على العراق، طلبت منهم أن يؤدوا الصلاة الخاصة عندما يقيمون كل خيمة أو بناء في أرض غرب نهر الفرات، وأن يتلو كل جندي يهودي حين يشاهد بابل صلاة تقول: مبارك أنت ربنا ملك العالم لأنك دمرت بابل المجرمة. خسئوا، فستبقى بابل رمزا لحضارة العراق العريقة الزاخرة التي تعتز بها أجيال العراق على مر العصور.